هندردش مع بعض، ممكن نسأل كام سؤال كده ونجاوب. هناخد مثلا من هنا 2-3 ومن هنا 2-3. اتفرجنا على فيديو رائع بصراحة، يعني بيحاول كده ايه يشغل اللي جوانا فعلا. بس عايزين نسأل سؤال نبتدي بيه موضوعنا. بيتهيألي السؤال ده الإنسان بيفكر فيه من فترة للتاني، ساعات بيطنشه، يعني ساعات بيقول ما عشان عنديش إجابة، وساعات بيقول لا لازم ألاقي إجابة. يا ترى ربنا عايز مننا إيه؟ عايز مني إيه؟ عمال أحضر وعظات، أحضر أداديس، أعترف، أعمل، لا لكن في الآخر بعد اللي بقعد أحاول إن أنا أعمله، زي البنت دي ما كانت كده عمالة تجتهد ما بين قوتين، واحد بيشدها كده وبيحاول بكل إمكانياته، والمسيح كان موجود. ربنا عايز مني إيه؟ عايزين ناخد إجابات، يعني عايزين نشترك مع بعض في الخدمة. ما مش فيش حاجة، ما عنديش حاجة أساسا، يعني ربنا عايز مني قداستي، إن أنا أكون حاجة يعني على مستوى كده من النقاء. أنا بقول رأيك، قولي لي غلط أو صح. على مستوى من النقاء ما بحاول بقدر الإمكان ما أعملش حاجات غلط، صح كده؟ فإرادة، عايز مني إيه؟ قداستي. إيه كمان؟ بيقول في يوحنا 10:10 أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. فعايز مني إيه؟ مني مش ليا، عايز مني إيه؟ إن أنا أكون شبه صورة ابنه، أنا أكون شبه صورة المسيح يعني. عايزني أكون شبه صورة المسيح، هو عايز مني كده. أوكي؟ طيب إيه كمان؟ آراء. عايزني أنا، يعني إيه عايزني أنا بقى؟ لو عشان نفهم بس قصدك مش سامعين، يا ريت تعلم. يعني عايز مني ان انا اعرف اصلي وبقدر الامكان اكون معاه، صح كده؟ تمام، دي اراء. اتفضل. عايزني اعيش معاه. خلوا بالكوا ان اللي احنا بنقوله عايزه مننا يا ترى بيتحقق في حياتنا؟ يعني بس فكروا قبل ما تجاوبوا، او عايز مني كذا ده بيحصل في حياتي ولا ده لازال نجم في السماء وان شاء الله ان شاء الله هوصل له فعمري كله ينقضي وانا بحاول في النجم ده ومش بوصل. خلوا بالنا واحنا بنقول عايز مني ايه، هل اللي انا بجاوبه ده انا عايشه ولا ان شاء الله باذن الله عايشه؟ واخدين بالنا ازاي؟ مهم. فعايز ان انا اكون فرحان وعايش معاه الفرح والسلام. بس هل يا ترى اللي بنقوله ده يعني ان شاء الله ربنا سهل عايشه حاليا؟ لا ده تعالى حضرتك خد المايك طيب اي علاقة اي حاجة بتكون مبنية على حاجتين، يعني مثلا فادي اهو قدامي، ف انا عشان ابص له في حاجتين نقطتين مالهمش دعوه ببعض. الحاجتين دول بيقولوا يا ترى انت عايز ان انا اتمم فرائض ربنا بقى، ولا عايز يكون في ما بيننا علاقه. فممكن الاجابه طب ما الاثنين، ايه المشكله يعني ان انا اتمم الوصايا والناموس والفرائض اللي هو قايلها وباذن الله في بيني وبينه علاقه؟ لا، الحقيقه ما بيجتمعوش مع بعض. يا اما انا طالب منك طلبات فانت لازم تتممها، يا اما انا اللي جوايا من هدف علاقتي بيك، يا ده يا ده، الاثنين مع بعض مش بينفع. لو انا بدور على مصلحتي مع مثلا مس نيفين، هنا انا مش هدور على علاقه بيني وبينها، انا هدور على بنعمل ايه لبعض. زي مثلا مدير في الشغل بتاعي او دكتور بيدرسني او كده، بيني وبينه مش علاقه، بيني وبينه قانون، احنا بيننا وبين الدوله علاقه
مصلحة بالظبط. فبيني وبين الآخر حاجة من اتنين، بيني وبين الآخر حاجة من اتنين ما يجتمعوش مع بعض، يا إما قوانين وطلبات أنفذها أو فرائض أو ناموس أو الوصايا، يا إما علاقة بيني وبين هذا الشخص. طيب منين جت جوانا فكرة إنه ربنا زي ما بنجاوب نكون مش عارفة إيه ونبقى على صورة إيه؟ منين الصورة دي اتبنت جوانا؟ دي مش من لا شيء، دي من تربيتنا على فكرة. يعني إحنا تربينا بابا وماما يقولوا لنا يلا ذاكر عشان هجيب لك الحاجة الحلوة، نقوم نذاكر. اسمع كلام ماما النهاردة عشان أخدك أفسحك، نقوم نسمع. مثلا نظفي معايا البيت وانا هجيب لك مش عارفه ايه كنت طالباه تنظف. فتربى جوانا من تربيتنا ومن المجتمع الفرائض والمكافاه نتيجه الفرائض، وحسينا انه الخالق اللي خلقنا كده عايز مني ايه، واحد اتنين تلاته، وانا لما تممهم هتعمل انت بقى ايه؟ لازم تكافئني، ما انا تممت لك اهو، امال انا بتممهم ليه؟ لا لابد تكافئني. واخدين بالنا ازاي؟ طيب يا ترى ربنا بنسأل أسئلة، يعني اللي يحب يجاوب يجاوب. يا ترى ربنا عايزني أرضيه؟ عايزني أرضيه ربنا؟ أكيد 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 ربنا عايزني أرضيه. ولا في سؤال تاني، ولا عايزني أتمتع بيه؟ مالهمش دعوة ببعض، إحنا بنخلط ما بين الاثنين. وماله ما نرضيه واتمتع بيه؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لاني لما بحاول ارضي حد اذا هو مرتبة فوق وانا اقل، وإلا ما كنتش ارضيه، مش كده؟ يعني السيد المسيح لما يتكلم ويقول العبد بيرضي او يعني الامة ترضي مولتها، واخدين بالنا ازاي؟ لكن مش هقدر، مش الامة مش هتتمتع بسيدتها، لا دي بالعافية هتخلص اللي وراها وكل ده وتنام زي القتيل، مظبوط؟ يا ترى عايزني ارضيه ولا؟ خلوا بالكوا احنا مش بنقول ايه، احنا مش بنقول طب وليه لا، لا احنا بنناقش حاجه مهمه، عايز ايه ربنا؟ مش بقول رايي يا جماعه، يعني مش بقول ايه طب وماله لما نجمع شويه كده وشويه كده، لا احنا بنقول الله هدفه ايه من خلقتي انا؟ خلق الانسان ادم ليه؟ خلقه ليه؟ احنا مش بنقول هو بيعمل ايه، هو الانسان مطلوب منه ايه؟ ايوه قال لذتي في بني ادم، ماشي تمام، هنكمل كلامنا. معلش انا يعني مع بعض كده وبنحاول نهد اللي جوانا شويه عشان نبني ولو بيت دور واحد ولكن بيت حقيقي. طيب يا ترى ربنا لما بعمل حاجات حلوه بيسقف لي ومبس مني يقول لي برافو عليك عملت كذا؟ بمعنى تاني ومن الاخر، من الاخر هو عايز مني، ها هو عايز مني ولا عايز ليه؟ ما يجتمعوش مع بعض، دايما بنقول ما هو من ده ومن ده، لا يا اما يا فلان انت عايز مني طلبات يا اما انت عايز ليا. يا ترى ربنا، فضل استاذ حسام. بالظبط، ما احنا يعني الاول عايز اساسا يعمل ايه؟ عايز مني يا انسان انت لازم واحد اتنين تلاتة، ولا انت عايز ليا انت كاله؟ انت عايز ايه بالظبط؟ اخرتك ايه؟ ما هو انا تعبت عمال احاول وبعدين افشل وبعدين احاول تاني وبعدين انجح لي مره وبعدين وهكذا. طيب في ناس ما بتقدرش توصل لربنا، مش مساله الحاد، لكن بالنسبه لها بيبقى ربنا صراحه مش قادر لانها مش عارفه النقطه دي، لان النقطه دي اهم نقطه في حياتنا، اهم حاجه احددها بيني وبين اي انسان، انت عايز مني ايه؟ صح ولا لا؟ انت عايز مني ولا عايز ليا؟ يعني انا مثلا في علاقه بيني وبين مستهاني مثلا، عايزين ايه من بعض؟ مهم قوي، والا هنستمر ازاي؟ صح ولا لا يا جماعه جاوبوني، صح ولا لا؟ عايزين ايه من بعض؟ احنا اتنين اهو
ومطلوب يكون في حاجة ما بيننا. ايه هي؟ ايه هي الحاجة؟ في الشاهد بتاع أشعياء 55 هنقرأ مع بعض كده آيتين يقولوا لنا شوية بيفكر ازاي الإله ده، ايه اللي جوه دماغه. مهم قوي نعرف ايه اللي جوه دماغ اللي قدامي. ما اقدرش اتعامل مع انسان او حد ما اعرفش ايه اللي جوه دماغه، صح ولا لا؟ فعايزين نعرف ايه اللي جوه دماغ ربنا. فهو بيقول لنا احنا كلنا عطاش، صح؟ كلنا بدون استثناء محتاجين، كل واحد محتاج غير التاني غير التالت. هو بيقول لنا كده، ايها العطاش جميعا. جميعا دي يعني ما بيستثناش حد، يعني مش مثلا حد ليه احتياجات روحية بقى حلو، التاني عايز مش عارف ياكل او يلبس، لا انت لا لا. هو قال جميعا، ايها العطاش جميعا هلموا الى المياه. والذي ليس له ايه؟ فضة، ما معوش يشتري. تعالوا اشتروا. طب هنشتري ازاي؟ هيقول وكلوا، اشتروا وكلوا، هلموا اشتروا بلا ايه؟ بلا فضة، مش هيدفع حاجة، وبلا ثمن، خمرا ولبنا. لماذا تزنون فضة لغير خبز وتعبكم لغير شبع؟ استمعوا لي استماعا وكلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم أنفسكم. يعني هنا بيقول ايه ربنا؟ بيقول كالآتي، عايز حاجات يا انسان؟ تعال خد مني ببلاش. يعني ايه ببلاش؟ يعني مش طالب منك تعمل حاجة، واخد بالك، علشان تبقى تمن للي هتاخده. مفيش تمن للي بناخده على فكرة، الحقيقة دي حقيقة، مفيش تمن لأي حاجة بناخدها. لو كل واحد كده زنق نفسه وقعد يفكر هو بياخد ايه، هو ما دفعش ولا حاجة للي بياخده خالص. لا دفعنا حاجة لصحتنا ولا لعنينا اللي بنشوفها، حاجات دي كلها مش عند ناس كتير، لكن ده ما بندفعش حاجة، ده بلا فضة. طيب الآية اللي قالتها لنا أختنا شيرين اللي هي جئت لتكون لهم حياة، لتكون لهم ايه؟ تمام، بس جئت لتكون ايه؟ الكلمة بس لتكون لهم، جئت لتكون ايه؟ لهم لهم لهم. انا جاي يا 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 الله، جيت على الارض عشان اتعامل مع الانسان عن قرب، وانا عايز ايه؟ ليك. الله، ايه فين مني دي؟ لا مني دي هتتأجل، هنقولها في الآخر، بس هتيجي بطريقة مختلفة غير مخنا. المهم أعمل، يعني المهم أعيش بحسب ذهن اللي خلقني، مش بحسب ذهني أنا، بحسب ذهني أنا عمال أقع وأقوم. واخدين بالنا ازاي؟ طيب بالتأكيد كلنا عارفين إنه ربنا لما خلقنا ما كانش محتاج يخلق الإنسان، صح؟ دي حتى بنقولها، مظبوط، ما كانش محتاج للإنسان. الله كان كامل في كل حاجة، كان كامل في العبادة، لأن يعني مثلا كنت قاعدة مع حد وبعدين بتقول لي ربنا خلقنا عشان نعبده، ربنا خلقنا. الله ما كانش ناقص عبادة، الله كان حواليه الملائكة وكان حواليه غوقات من الملائكة ليل ونهار بيسبحوه وبيعبدوه، فهو يعني مش ناقص حد يجيبه يعبده. فاهمين ازاي؟ طيب الناموس والفرائض اللي نزلوا مين اللي جابهم لنا في الكتاب المقدس؟ مين اللي جابهم؟ الله. عن طريق مين يعني؟ عن طريق موسى، اول واحد، اول شخص اتكلم عن اعمل وما تعملش كان مين؟ كان موسى، مش كده؟ طب يا ترى قبل موسى امال كان الانسان عايش ازاي مع ربنا؟ هو كان في ناس قبل موسى؟ كان في ناس يا جماعة قبل موسى؟ كان في علاقة أو كان في حياة بينهم وبين ربنا؟ كان في. هناخد أمثلة للناس دي وهنتفرج إزاي الناس دي كانت عايشة بصحيح بقى، إزاي الناس كانت عايشة بصحيح. أول إنسان خلقه ربنا كان مين؟ كان آدم. كان آدم، آدم كان في بينه وبين ربنا علاقة، صح؟ كان فيه بينه وبين ربنا علاقة، خلقه أصلا ابن ليه، مظبوط يا جماعة؟ طيب ربنا لما خلق آدم اداله وصية، طب ما هو اداله وصية هو، صح ولا لا؟ بس نفكر في الوصية شوية. ربنا قال إيه لآدم؟ مين يقول لنا؟ أيوة ما عدا شجرة واحدة في وسط الجنة اسمها إيه؟
شجرة معرفة الخير والشر. ايه هي شجرة معرفة الخير والشر دي؟ نقولها كده بلغة بسيطة عامية. شجرة معرفة الخير والشر هي شجرة الصح والغلط. الخير والشر صح؟ يعني الصح والغلط. يعني هو ما ادالوش وصية ولا حاجة، هو قال له كل من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فيوم تأكل منها إيه؟ موتا تموت. لكن آدم اختار إيه؟ اختار إنه يأكل من الشجرة دي. الشجرة دي كانت بتمثل الصح والغلط، وده الإنسان النهاردة لحد يومنا ده إحنا عايشين آدم، عايزين نعرف الصح، وإحنا عايزين نعرف الصح والغلط. يا دي حاجة وحشة، دي حاجة رائعة، بس ليه؟ ليه عايز أعرف الصح عشان أعيش الصح؟ يا ترى قدرت؟ يا ترى قدرت تعيش كل الصح المطلوب؟ بحاول. هتفضل لحد إمتى تحاول؟ عايزين نفرح زي ما قال أستاذ حسام وإدى المقدمة، الفرح ها؟ ما أنا كل ما بغلط بزعل صح، وأقولي لا خلاص ما إن شاء الله المرة الجاية مش هغلط، يعني مرة ما الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، مش كده؟ طيب بالنسبة لآدم اللي اختار يعرف الصح والغلط، طبعا سقط لأنه ابتدى يعيش بالصح والغلط فما نفعش، فده آدم. طيب مين كمان ناخده مثال لينا؟ مثال جميل قوي حقيقي في الشاهد بتاع تكوين 5:24، ده بيكلمنا عن مين؟ عن أخنوخ. أخنوخ كان ليه علاقة مع ربنا، هو يدوبك قايل عليه كلمتين، يعني الكتاب مش ذاكر حاجات كتير. في العدد 24 بيقول أو 23، فكانت كل أيام أخنوخ كقد إيه؟ 365 سنة. وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد، لأن الله أخذه. الله أخذه، قال له يا أخنوخ أنت هنا، إحنا مع بعض بنحب في بعض، فأنت هتفضل على الأرض ليه؟ تعالى نكمل متعة بيننا وبين بعضنا. كلام ده قبل ما يعرف صح وغلط، قبل الناموس. الله، هو أنت يا رب مش أنت برضو عايز صح وغلط والكلام ده؟ أمال إيه؟ أمال الموضوع إيه؟ طبعا ولازم نتكلم عن المثل الكبير اللي هو أبونا إبراهيم، أبو المؤمنين. أبونا إبراهيم برضو جه قبل الناموس صح؟ قبل ما يعرف صح وغلط إبراهيم، أمال كان فيه بينه إيه وبين ربنا؟ أمال بينه وبين ربنا إيه؟ يعني الله ما مش بتحاسبني برضو على ليه عملت كذا ولا اعمل كذا، النهاردة إن شاء الله هكون حلو وانبسط. مبسوط بإيه أبونا إبراهيم ده اللي بيها في الآخر قدم ابنه وحيده الذي يحبه؟ إيه ده؟ إزاي؟ طيب في تكوين 17، تكوين إصحاح 17 في العدد 1، ربنا بيكلم أبونا إبراهيم بيقول ولما كان إبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لإبرام وقال له أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فإيه؟ فأجعل عهدي بيني وبينك وأكسرك كثيرا جدا. فأجعل إيه؟ عهدي. إيه العهد ده؟ يعني إيه عهد؟ يعني إيه عهد؟ اتفاق بالضبط، بس اتفاق دائم. يعني الفرق مش هو بس اتفاق، لكن العهد اتفاق دائم، بيشبهوه دايما بالزواج. يعني الزواج عهد بيتعمل ما بين اتنين وبيتفقوا انهم يقعدوا مع بعض الى الابد، يعني طول حياتهم على الارض لحد الموت، مظبوط كده؟ طيب ابونا ابراهيم عاش مع ربنا، ويا ترى تمم الوصايا اللي احنا عرفناها بعدين؟ في حاجات كبيره وقع فيها ابونا ابراهيم صح برضه مش مظبوط، لكن ده كان وعد ربنا ليه. المسيح في الليله المقدسه في اخر عشاء رباني، او يعني العشاء الرباني اللي عمله ربنا مع التلاميذ، في انجيل لوقا 22 العدد 20، معلش انا ماشيه بس ايه بستعرض الناس اللي طوبها الكتاب بعد كده وكانت من الناس العظام اللي عاشت مع ربنا. انجيل لوقا الاصحاح 22 في العدد 20 بيقول المسيح بيقول كده وكذلك الكأس أيضا
بعد العشاء قائلا: هذه الكأس هي ايه؟ العهد، العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. يعني ايه عهد؟ زي استاذ حسام قال لنا، اتفاق او علاقه بس دائمه، علاقه بس دائمه. هنصحصح مع بعض شويه عشان تتفرج على فيديو كده بيستعرض لينا من اول الكتاب من الجلده لاخر الكتاب. In Genesis, Jesus Christ is the breath of life. In Exodus, he is the Passover lamb. In Leviticus, he is our high priest. In Numbers, he's the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night. In Deuteronomy, he's the prophet like unto Moses. In Joshua, he's the captain of our salvation. In Judges, he's our judge and lawgiver. In Ruth, he is our kinsman redeemer. In 1 and 2 Samuel, he's our trusted prophet. In Kings and Chronicles, he's our reigning king. In Ezra and Nehemiah, he's the rebuilder of the broken down walls of human life. And in Esther, he is our Mordecai. In Job, he is our ever living redeemer. In Psalms, he is our shepherd. In Proverbs and Ecclesiastes, he is our wisdom. And in Song of Solomon, he is our loving bridegroom. In Isaiah, he's the Prince of Peace. In Jeremiah, he is the righteous branch. In Lamentations, he's the weeping prophet. In Ezekiel, he's the wonderful four-faced man. And in Daniel, he's the fourth man in life's fiery furnace. In Hosea, he's the faithful husband forever married to the backslider. In Joel, he's the baptizer of the Holy Ghost and fire. In Amos, he is our burden bearer. In Obadiah, he is mighty to save. In Jonah, he is our great foreign missionary. In Micah, he's the messenger of beautiful feet. In Nahum, he's our strength and shield. In Habakkuk, he's God's evangelist crying, "Revive thy works in the midst of the years." In Zephaniah, he is our savior. In Haggai, he is the restorer of God's lost heritage. In Zechariah, he is the fountain opened up in the house of David for sin and uncleanliness. And in Malachi, he is the stone of righteousness, rising with healing in his wings. In Matthew, Jesus Christ is the King of the Jews. In Mark, he's the servant. In Luke, he is the Son of Man, feeling what you feel. In John, he's the Son of God. In Acts, he's the Savior of the world. In Romans, he's the righteousness of God. In 1 Corinthians, he's the rock, the Father of Israel. In 2 Corinthians, he's the triumphal one, giving victory. In Galatians, he is your liberty. He set you free. In Ephesians, he is the head of the church. In Philippians, he is your joy. In Colossians, he is your completeness. In 1 and 2 Thessalonians, he is your hope. In 1 Timothy, he's your faith. In 2 Timothy, he's your stability. In Titus, he is truth. In Philemon, he's your benefactor. In Hebrews, he's the power, he's your perfection. In James, he's the power behind your faith. In 1 Peter, he's your example. In 2 Peter, he's your purity. In 1 John, he is your life. In 2 John, he's your pattern. In 3 John, he's your motivation. In Jude, he's the foundation of your faith. And in Revelation, he is your coming king. He's the first and the last, the beginning and the end. He's the keeper of creation and the creator of all. He's the architect of the universe and the manager of all times. He always was, he always is, and
always will be, unmoved, unchanged, undefeated, and never undone. He was bruised and brought healing. He was pierced in his pain. He was persecuted and brought freedom. He was dead and brought life. He is risen and brings power. He reigns and brings peace. The world can't understand him. The armies can't defeat him. The schools can't explain him, and the leaders can't ignore him. Herod couldn't kill him. The Pharisees couldn't confuse him. The people couldn't hold him. Nero couldn't crush him. He is life, love, longevity, and more. He is goodness, kindness, gentleness, and God. He is holy, righteous, mighty, powerful, and pure. His ways are right, and his word is eternal. His will is unchanging, and his mind is on me. He is my redeemer. He is my savior. He is my guide. He is my peace. He is my joy. He is my comfort. He is my Lord, and he rules my life. هو ده بيستعرض الكتاب من الجلدة للجلدة زي ما بنقول، وبيقول كل سفر في الكتاب بيقول ايه عن المسيح. ساعات ما بناخدش بالنا، وانا اول واحدة طبعا، انه السفر ده او الجزء اللي بقراه ده قال ايه يقصد المسيح. دي الحقيقة، انه الكتاب كله ما عندوش موضوع غير السيد المسيح الحقيقة يعني. طيب يعني ربنا الله خالق هذا الكون، كل اللي طلبه يعمل معايا أنا اللي هو أنا، وكل واحد عارف نفسه بالضبط يعني. ها زي ترنيمة كده ما بتقول أنا التراب افتكري يا نفسي، أنا عايز يعمل معايا علاقة. زي إيه؟ زي مثلا واحد رجل أعمال كبير، ابن سويرس مثلا، وعندوش ابن بس نعتبر إن عنده ابن، وبنت كده مننا كده، وكل اللي بيحلم بيه ابن سويرس ده يعمل علاقة معاها. اسمك ايه؟ دينا. دخل ابن سويرس كده بالحرس طبعا تحته والحاجات اللي بتاعتهم دي، دخل يدوبك كل اللي في دماغه مين؟ دينا. ده اللي في دماغه، ما بيبصش، ما بيفكرش، ما بيعملش، كل اللي في دماغه عايز يعمل علاقة. علاقة مع هو ابن سويرس ممكن يعوز حاجة مني يا جماعة؟ يعني في اي حاجة ممكن اقدمها له تبسطه كده مثلا، ولا هدايا ولا بتاع؟ طبعا لا، لانه هو الغني، وكل اللي عايزه مني انا اللي ولا حاجة، ها، يعمل معايا علاقة. حاجة طبيعية دي الحقيقة؟ ده الموضوع. ليه؟ الحياة بدون خطية اللي كلنا بنحلم بيها بدون استثناء، حتى الناس اللي مش يعني خارج المسيحية، حتى البوذيين، حتى اللي بيعملوا يوجا، الحياة يعني الواحد يعني يا ريت الواحد ما يعملش حاجة وحشة خالص. ايه رأينا كده لما بيعدي علينا يوم ما بنعملش فيه اللي هو يعني صعب طبعا، لكن يعني بفترض مبلغ ولا فكرنا ولا أقوالنا، ما فيش حتى زفاجئنا، ما بنتنرفس، ما بنشتمش، ولا أفعالنا، مش بننبسط في آخر اليوم؟ ها؟ بنقول الله يا سلام على اليوم الجميل ده، ما عملتش ولا مين حد يقدر يكلمني؟ لا ما حدش، صح؟ وضمائرنا كده بتبقى سعيدة جدا ومبسوطة. واخدين بالنا ازاي؟ طيب العلاقة اللي ربنا عايز يعملها معايا، وما عندوش هدف تاني، ما عندوش اي هدف تاني خالص. هنقول ليه جايز الكلام يعني بالنسبة لنا عمالين نقول ايه الست دي عمالة تقول اي كلام؟ واخدين بالنا؟ وهو بنسمع لها وفي الاخر طبعا قناعتنا هي وبالسلامة يعني، بس احنا هنمشي لحد ما نوصل لقناعتنا. بس المهم ازاي يا جماعة؟ يعني انا مثلا عندنا رحلة، خلاص رايحين اسوان، ها هنروح ازاي؟ مش كلنا بنسأل كده؟ هنروح ازاي اسوان؟ هناخد القطر ولا اتوبيس هيجي يستنانا ولا الطيارة؟ مش في فرق برضو؟ المهم ازاي؟ واخدين بالنا؟ طيب العلاقة اللي بيني وبين ربنا دي هتكون علاقة شكلها، اسمها ايه، محتواها ايه، محتوى العلاقة دي، عمال يقول علاقة علاقة علاقة، هيكون محتوى العلاقة دي ايه؟ حاجة واحدة بس ملهاش تاني، الحب. حب فقط، ملهاش تاني، ملهاش محتوى تاني، ملهاش أوصاف تانية، الحب. برضو زي ما قلت لكم زي الشاب وال يعني والفتاة
لما بيتقدم مثلا لفتاة شاب بيبقى طبعا بيتقدم لفتاة بيحبها ولا بيكرهها؟ بيحبها ايه؟ جدا، صح؟ ينام بالليل عمال يفكر، صح ولا لا؟ يعني بقول المفروض، واخدين بالنا؟ بلاش تحبطوني بنظراتكم دي. يعني لما شاب مفروض بيتقدم لبنت، بيتقدم لانه ايه؟ بيحبها، بيحبها بس؟ لا طبعا، ايه بيحبها بس دي؟ ده كل حاجة بقى، ويقبض ويفكر في الهدايا وامتى تنزل عشان يشوفها، ولو عايزة منه حاجة، صح؟ ده الحب، مش هو ده الحب يا جماعة؟ ده الحب. طيب بنقول ده الحب وبعدين اعملوا اللي انتوا عايزينه. واخدين بالنا ازاي؟ العلاقة اللي بيني وبين ربنا هيكون اسمها ايه؟ الحب. الحب، العلاقة اللي بيني وبين ربنا عبارة عن ايه بقى اللي انا هعيشه بقى؟ عبارة عن إدراك، إدراك للحب ده، للحنان ده، لشخص ربنا. أنا اللي هعيش كده، واخدين بالنا؟ بصوا يا جماعة، أنا لما حضرت الخدمة دي بجد بأمانة، يعني أنا أستاذ حسام لما قال لي العنوان وأنا ابتديت أحضر وحاولت أطبق وكده، حسيت إن الكلام ده يعني إيه، زي واحد بيكلمني عن المريخ مثلا، يعني عايزه اقرب شويه، يعني يعني حاجه مش قوي كده يعني. بس لما وصلت للاخر لقيتها فعلا تتعاش، مش حاجه يعني مش اشعار بنقولها، لا صدقوني. طيب لما احنا بنيجي الكنيسه بنتعرف على ربنا، صح؟ الوعظات بتعرفني على ربنا، التناول بيعرفني على ربنا، أبونا بيقول لي حاجات تعرفني في الاعتراف على ربنا، بتعرف على ربنا، صح ولا لا؟ حياتي اليومية لما بقى مثلا اهتم بيا وأنا ما معيش فلوس أجيب كذا، معرفش لقيت فلان راح جايبها لي بتاع، يعني بنتعرف في الحياة، بنتعرف على ربنا. لكن هل ده كافي؟ لا طبعا، لأن أنا مثلا يعني أنا هرتبط بإنسان، خلاص؟ هرتبط بإنسان اتعرفت عليه كده، خلاص ارتبطنا؟ ده مش ارتباط، ده يدوبك تعارف. امال ايه اللي ناقصنا بقى عشان نعيش الحياة هنا بقى؟ هنا الكلام، عمالين نتعرف على ربنا، عمالين وهو عمال الله محبة ونسمع في الوعظات وداود مش عارف عمل ايه وكل ده، عمالين نتعرف على الله. وبعدين اتعرفنا، ها اللي بعده، اللي بعده بقى ان انا اقتنع بيه، صح ولا لا؟ انا دلوقتي ادي شاب وشابه، خلاص بيتعرفوا على بعض، لسه ما فيش اي حاجه، فبنتعرف على بعض، انا بتعرف عليها وهي بتتعرف عليا. هيجي بقى وقت، ها، لابد ان احنا ايه، نقتنع ببعض. هل ينفع ارتبط بانسان او بانسانه انا مش مقتنع بيها؟ دي حياه الجحيم طبعا. في ناس بتعمل كده طبعا، بس بتعيش الجحيم، يعني بتعيش طول حياتها قال اني لازم اتجوز، او الشاب عمال مامته تقول له يلا معرفش ايه يلا ايه، فبيروح ياخد اي حد وبيعيش بقى حياه ماساويه. وبنسمع بقى، عمالين نسمع بقى المشاكل والحياه وكل ده، واخدين بالنا ازاي؟ يبقى انا لما تعرفت على ربنا من الحياه، يعني من حياتي ومن الكنيسه ومن لازم ربنا ده يخش ايه؟ دماغي، صح ولا لا؟ وإلا مش عارف ارتبط بيه. فده يعني دي النقطة اللي عايزين بقى ايه، نفكر نعيشها. يا ترى انت او انتي مقتنعة بربنا؟ لو في ناس بتجاوب بصدق فعلا هتقول لا، في بعض الناس هتقول لا، الله لا مش مقتنع بصراحة، ازاي يسيب مش عارفة ايه، ازاي يعمل ايه كده يعني، واخدين بالنا ازاي؟ فلازم الله بعد ما اتعرف عليه وتتاح لي الفرصة اني اتعرف عليه، لازم ابتدي اقتنع بيه. هنا الحياة هنبتدي نرتبط، بعد ما اقتنع مش قبل، هنبتدي نرتبط، صح ولا لا؟ قبل كده ينفع يا جماعة؟ قبل كده بنتعرف، خلاص اتعرفنا اقتنعنا، هنقول اوكي انت اللي انا عايز اخده وانت اللي عايز اخده، صح كده؟ طيب في ناس زي ما قلنا بتتعرف على ربنا ولكن مش بترتبط بيه، وبتفضل تدخل وتطلع الكنيسة مليون مرة في اليوم، مش اشكال،
لكن مش عايزه مش عايزاه بطرقك. ايوه بالظبط، بتقف عند الحد ده بطرقك. قالوا له كده في الكتاب، بطرقك لا نفر. اه لا نفر، انت حر. القرار ده بقى، هنا بقى الحريه يا جماعه، هنا الحريه اللي ربنا خلق كل انسان عليها. عشان كده ما نقولش ايه ده، طب ازاي فلان ده يعمل كذا، هو حر. كل قرار انا باخده بتحمل تبعاته، صح ولا لا؟ فانت حر وانت حره، فكري براحتك وخدي قرار براحتك، بس اتعرفي عليه. تمام. طيب بعد ما خدنا قرار الارتباط، اذا دي نقطه فاصله يا جماعه، صح؟ يبقى انا اتعرفت، اقتنعت، هرتبط بقى بيه. الارتباط ده بعمله ازاي؟ ازاي بعمله؟ بقراري انا. خلاص قررت يا رب ارتبط بيك، زي الكتاب ما بيقول لنا مثلا في يوحنا 17:3، يوحنا 17:3 بيقول لنا ايه؟ بيقول وهذه هي الحياه الابديه. بصوا يا جماعه احنا قلنا ايه؟ هنتعارف. فهو الكتاب ماشي معانا المسيح بنفس التسلسل ده، وهذه هي الحياه الابديه ان ايه؟ يعرفوك. يبقى الخطوه دي مهمه قوي، ما ينفعش ابقى ديني برضي ضميري وبنفذ طقوس، لا ما ينفعش. هذه هي الحياه الابديه ان يعرفوك، يبقى لازم اعرف، لازم اتعرف عليه. خلاص، ان يعرفوك انت الاله الحقيقي ويسوع المسيح الذي ارسلته. تمام. عندنا برضو شاهد مهم قوي، وده اللي بيوضح المطلوب ايه، في تثنية الإصحاح 30 العدد 19 بيقول إيه بقى؟ ياريت تتفاعلوا ونقرأ مع بعض. بيقول أشهد عليكم، يعني بشاهد عليكم اليوم السماء والأرض قد جعلت إيه؟ قدامك إيه بقى؟ الحياة والموت، البركة واللعنة. اختار، ده قرارك، ده مش مفروض عليك، لا ده محدش هيقولك انت بص انت، لا لا لا، ده قرارك. اختار الحياة لكي تحيا انت ونسلك اذ تحب. يعني لو اخترت الحياة بقى هيبقى فيه ايه بقى؟ الحب، العلاقة اللي بنوصفها، واخدين بالنا ازاي؟ فاذا انا اتعرفت عليه اقتنعت بيه. يعني ايه اقتنعت بيه؟ مش يعني مخي، لا، اقتنعت بيه يعني دخل قلبي. ما هو الاثنين لما بيرتبطوا البعض ببعض بيدخلوا، كل واحد بيدخل قلب الثاني، هو مش بيقعد يفكر يحسبها بما ان اذا بيروح يرتبط، لا، لازم قلبه هو اللي يكون بيشتغل في العلاقه دي، صح؟ فاذا دخل قلبي، وبعد ما دخل قلبي ليا القرار اختار. هو كده ربنا من العهد القديم بيقول للانسان اختار، ده قرارك وانت حر فيه. وده على فكره محدش هيعرفه، يعني اوعى تفتكر ان الناس هتيجي تقول اخدت قرار، لا لا لا، ده بيني وبين ربنا. تمام. طب يا ترى العلاقة اللي عمالين نقول علاقة بيني وبين ربنا، مين اللي ابتداها؟ مين يبتديها؟ يعني بين الشاب والشابة، المفروض الشاب هو اللي بيبدأ، صح كده؟ يعني المعكوس انه الشابة تبدأ العلاقة، صح؟ لكن المفروض انه بيبدأها الشاب، صح كده؟ طيب هل يا ترى ربنا بدأ معنا العلاقة؟ هنجيب شواهد بقى، وده بقى الكتاب وروعته. بصراحة انا جبت يعني 3-4 شواهد، وكان ممكن اكتب 500 شاهد فعلا، بجد شواهد لا تنتهي فيها. ربنا بيتقدم كعريس. أرمية 31:3 دول هنقولهم بقى ورا بعض. أرمية بيقول كده، تراءى لي الرب من بعيد، وإيه؟ محبة إيه؟ أبدية. خلوا بالنا، ده ساعات العريس لما بيتقدم، فضل صحيح. احنا سمعنا سؤال نسنفين ولا اعيده
يعني هي مش ليفين بتقول طب ما احنا في حياتنا مع ربنا ومن حياتنا في الكنيسة والحياة ككل يعني بنتعرف على محبة ربنا والمحبة الأبدية وده ليه مش بعرف أفرح؟ شوفوا ميس نيفين قالت ايه كلمة ايه؟ بنتعرف، صح كده؟ احنا قلنا التعارف ده البداية، انا بتعرف على فلان دي البداية. هل التعارف معناه الارتباط؟ لا مش معناه الارتباط. فيما بين التعارف والارتباط خطوة مهمة قوي، يا ترى دخل قلبي، يا ترى دخل جوايا، دخل كل ذهني وقلبي وقناعتي ولا لسه؟ يبقى واحد اتنين تلاتة هنكمل والآيات هتجاوب أكتر. طيب في كورنثوس الثانية 13، كورنثوس الثانية 13 العدد 14 بيقول ايه؟ نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله. احنا الايات اللي بنجيبها دي ليه؟ الايات دي بتقول هل يا ترى انت عرضت حبك علينا؟ ولا انا العبد اللي بجري واقول لك يا رب اقبلني، يا رب اقبلني كده وان شاء الله هكون كويس. مين فينا اللي تقدم للتاني؟ مين فينا اللي جهل التاني؟ مين اللي عايز التاني؟ مين فينا عايز التاني قبل ما التاني يفكر، قبل ما التاني يعوز مين؟ طيب افسس برضو في العهد الجديد، افسس 2:4، افسس الاصحاح الثاني العدد 4، الله الذي هو غني في الرحمه من اجل ايه؟ محبته ايه؟ هو ايه ده؟ ده طلع بيحب يا جماعه، ده طلع بيحب بصحيح. خلوا بالكم ان لما الله يقول بحب يبقى بيحب، مش زينا، مش زي انا ممكن اقابل واحده اقول لها حبيبتي وحشاني، حبيبتي حبيبه قلبي، ما 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 وانا اصلا مش في دماغي خالص نهائي، وبسيبها وبنسى وبعيش حياتي. وده بنعمله كتير على فكره، وده معظم اليوم حبيبي وحبيبتي والكلام ده. لكن الله لما يقول بحب يبقى بيحب. طيب روميا 5، ودي اجملهم بقى صراحه، انا عن نفسي بعشق الايه دي، روميا 5 العدد 8، دي جميله بقى، دي يعني مسك الختام فعلا. روميا 5 العدد 8، ما عندناش بقى ايه اي فصال، قول على نفسك اللي انت عايز تقوله وطلع نفسك زي ما انت عايز اهو. ولكن الله ايه؟ بين بين ايه؟ محبته لنا. ليه؟ لانه ونحن بعد ايه؟ خطاه. اوعى تفتكر انه بيحب كويسين، حاجه ملهاش علاقه بالحب خالص، لان هو بيحبني وانا طين. دي حقيقه يا جماعه، دي حقيقه لا تقبل الاتصال، دي مش حسب راينا او لا معرفش ايه او لا معقوله لا ما فيش، يعني دي هو كده. ونحن بعد ايه؟ يعني ايه بعد؟ يعني لسه، لازلنا بالعربي، يعني لازلنا، ونحن لازلنا خطاة ايه؟ عمل ايه؟ مات. ودي قمة التعبير عن الحب، صح ولا لا؟ يعني واحد مات عشان واحدة، في حاجة اكتر من كده يا جماعة؟ يعني انا اعرف قصة دي حقيقية، ناس عايشين في المنيا، وبعدين كانت البنت يعني واحد وواحدة متجوزين بس لسه عروسة وعريس يعني، وركبين ميكروباص، والميكروباص طبعا زي ما انتم عارفين الميكروباصات ماشي جنب الترعة، الميكروباص ماشي جنب الترعة، وطبعا الراجل مش شايف ومش سامع السواق وكده يعني. فاللي حصل ان الميكروباص ايه؟ وقع في الترعة، ميكروباص وقع في الترعة باللي فيه، واخدين بالنا؟ الزوج ده هو كان بيحب زوجته جدا فعلا، الزوج ده بقى يزق زوجته انها تطلع تنجي بحياتها، وزقها على الشط بحيث انها تقدر تنط وتطلع، وفعلا هي طلعت بس هو مات. دي حقيقيه اعرفها فعلا بين اثنين. هل في تعبير؟ نعم، التايتانيك المصري بالظبط، انا لما سمعت قلت كده برضه.
هل في تعبير للحب اكتر من كده؟ يعني الانسانة دي عاشت فترة في ذهول، لانها مش هتلاقي، يعني هي بتفكر مش هلاقي حد يحبني كده بدرجة انه مات، يعني ضحى بحياته. واخدين بالنا؟ طيب عايزين نقول حاجة مهمة. بعد يا رب ما انت عرضت علي حبك وقلت لي انك عايز علاقة، يا ترى لو واحد عرض حبه بالطريقة دي واتقدم لواحدة وارتبط بيها، يا ترى الإنسانة دي ممكن تفكر في حد غيره؟ ممكن؟ ها؟ ممكن يا جماعة؟ لا، ده هيبقى كل مخها ايه؟ ده بينبسط بكذا، ده بيحب الأكلة كذا، ده بيحبني ألبس كذا، لا ده بيحبني أما أكلمش فلانة، صح ولا لا؟ وده بقى الصح والغلط، ودي الوصايا ودي الفرائض. الفرائض والوصايا عمرها ما بتيجي قبل الارتباط، ما تجيش قبل، ملهاش معنى ومش هنجح، مش هفشل، وهبقى بدل ما انا للامام وبطلع كل يوم سلمه اطلع سلمه وانزل اثنين، اطلع ثلاثه انزل واحده، وهكذا. لا، العلاقه، علاقه الحب اللي بيننا وبين بعض، من كتر حبك مش عارفه ازعلك، يعني ما انا مش قادره ازعل، انا نفسي ازعل بس انا مش قادره، مش قادره مثلا اكذب على فلان، مش قادره، مش يعني مش ان انا ايه، مش ان انا عمال النهارده شربت 3 سجاير بدل 10، فان شاء الله بكره اشرب سيجاره واحده بدل 3، الحكايه مش كده. الحب بيخلي الطلبات تلقائيه، نتيجه طبيعيه. ربنا لما ادى الفرائض، هتساله سؤال او يا ريت تساله السؤال، طب ليه ربنا ادى الفرائض لما هي كده؟ طب ليه يا رب ما انت نزلت عن طريق موسى صفحات، صفحات كلها اعمل ما تعملش سوي ما عرفش ايه ليه؟ لان الانسان منذ البدء، من اول ادم، اختار انه يعيش كده. اوكي، هقول لك الفرائض بتاع، هقول لك طلباتي. يا ترى حد عارف يتمم الفرائض والوصايا؟ حد عارف قبل المسيح يعمل المطلوب؟ حد عارف؟ اذا مش ده، مش ده، لحد ما جه السيد المسيح وتمم كل الفرائض فعلا، لا قبله ولا بعده. لكن اللي بعد كده، يعني نستغرب مثلا عن القديسين والرسل وكل دول، امال ازاي دول عاشوا؟ امال ازاي مثلا ماري مرقس لما جه مصر مثلا وكرز وجاب ناس للمسيح، ها؟ قال لا ده انا ما اتصلبش زي سيدي المسيح، ده انا اتصلب ازاي؟ بالعكس، ايه ده جاب ده منين؟ قصدي بطرس، اسف، جاب الكلام ده منين؟ منين القوة دي؟ القوة اللي عند القديسين اللي بنقعد كتير مذهولين قدامها، يعني كل يوم عندنا قديس في الكنيسة، كل يوم، وكل واحد قصة عجيبة فعلا، يعني فيش واحد قصة عادية كده نقول ايه يعني ما ده ما عملش حاجة قوي، لا. منين القوة دي؟ الحب يا جماعة قوة لا تخترق بصراحة، دي حقيقة، ودي اللي عمال ربنا بقى يعني كل يوم، وانت على علاقة بيا لانك اخترتني فارتبطت بيا، كل يوم ربنا يورينا اكتر بيحبنا ازاي. عشان كده بنفرح، عشان كده زي ما كان بيقول استاذ حسام انه الله، طب انا ممكن يكون عندي، ده السؤال اللي سأله لنا في الاول، هل انا ممكن يكون عندي تعب او مشاكل او ضيقات من اي نوع وافرح؟ طب هفرح بايه؟ في ترنيمه جميله بتقول ايه، انا هفرح ايه بيك، عشان ايه؟ عشان انت ايه، ما تعرفهاش ولا ايه؟ دي ترنيمه قديمه. انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني. امال انا هفرح بايه؟ هفرح بالحب. ليه العروسه بتفرح؟ ليه البنت بتفرح؟ لما ليه بنسميه فرح يا جماعه؟ ليه مش في فرح؟ مش في حاجه اسمها خطوبه وفرح؟ ليه بيبقى في فرح؟ ليه ده فرح؟ ليه؟ من كتر، لا مش كله بيفرح، العروسه للعريس. ليه بيبقى في فرح؟ من كتر ما انا محبوبه، انا محبوبه يا جماعه، انا لا، وانا محبوبه من مين بقى؟ انا محبوبه من اللي مش هيتغير، من اللي مش هيجي يوم ويقول لي لا بص بقى
كده أنا مش قادر أكمل معاك. لما أبقى أكمل معاك شايف؟ لأنه بين لي المحبة وأنا إيه؟ أهو بيقول إيه؟ أنا هفرح بيك عشان إيه؟ أنت بتكفي. بس يوم ما أعرفه ويدخل جوايا جوا قلبي معرفته وارتبط بيه. على فكرة الارتباط موجود في الكتاب، إحنا مش يعني مش بنخترع. معرفش الآية دي أنا يعني قلت عليها في الشواهد ولا لا، بس ممكن نطلع في يوحنا واحد، يوحنا الإصحاح الأول بيقول إيه؟ يوحنا الإصحاح الأول بيقول إلى خصته جاء، إلى خصته جاء وخصته لم تقبله، وأما وأما إيه؟ إيه؟ وأما إيه؟ الذين إيه؟ قبلته. العروسة لازم تقبل العريس يا جماعة، مش الحكاية مش على قلبي، مش أنا على قلبك، مشيت جيت أنا على قلبي، لا 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 لا، ده قرارك وقرارك واختياري، وانت حر تقبلني. لما تقبلني بقى، لما تقبلني هيحصل ايه بقى؟ اهو اعطاهم سلطانا. سلطانا يعني ايه؟ يعني زي ما تقولوا صلاحية او القدرة يعني او الصفة، يعني اعطاهم سلطانا ان يصيروا ايه؟ اي ايه؟ المؤمنون او اللي مصدقين. اسمه يعني شخصه، اسم الانسان هو شخصه. يعني حضرتك اسمك ايه؟ استاذ حسام، يعني هو استاذ حسام، فاهمين ازاي؟ اسم الانسان هو الشخص. يبقى اما الذين قبلوه، مش كله، لا هو جه لخصته بس خصته لم تقبله، بس فينا قبلته، في ناس دخل جوه قلبها وكيانها ده اداهم بقى ايه؟ سلطان انهم يبقوا ايه؟ اولاد الله. الحكايه مش بالعدد، الحكايه اختيارية فردية. يبقى اللي نفسنا فيه واللي نفسنا نحققه واللي عمالين نحلم بيه يجي نمرة اثنين. المشكلة في الترتيب. نمرة واحد، يا ترى أنا لي علاقة بيه، والعلاقة دي هي الحب، لأنه يا إما الحب يا إما المصلحة، الاثنين مع بعض ما يتفقوش. يا إما لي مصلحة عند حد فمش هعرف أحبه، عايز مصلحتي بغض النظر ان شاء الله يكون قرد، انا عايزه مصلحتي، يا اما بحبه. واخدين بالنا ازاي؟ طيب امين، ربنا يدلنا ان احنا نتمتع بالعلاقه دي، لانه ربنا هدفه من العلاقه دي التمتع، مفيش حاجه تانية. وقت ما اتمتع هقدر وسط الضيقه بتاعتي ايا كانت، مشاكل في البيت، مشاكل في الحياه، مشاكل في الشغل، مرض، او هقدر فعلا أكون بفرح. ليه؟ لأنه اللي بيحبني معايا لن يتركني. أمين.